السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل. عملتها معاكم الفيديو اللي فات، بس الفيديو اللي فات كانت محشية فراخ وجبنة ومحشية شوكولاتة كله في صينية واحدة. ماشي، المرة دي بقى ان شاء الله نحشيها جبن، وهتكون مختلفة شوية عن بتاعة المرة اللي فاتت. العجينة هي هيها ونفس المقادير ونفس النظام كله، بس المرة دي بقى احنا استخدمنا المرة اللي فاتت لبن اللي هو الحليب، المرة دي هنستخدم لبن بودرة ومية. ماشي، كمان استخدمنا على وش خلية النحل استخدمنا بيض، و يعني كتغطية او يدي لون لخلية النحل. المرة دي مش هنستخدم البيض، للناس اللي مش بيحبوا البيض على وش المعجنات يعني، او مش بيحبوا البيض عامه، فالمره دي مش هنحط بيض. وكمان يا بنات هنستخدم زبادي، وهنستخدم الشربات. الشربات دي هنحطها على وش يعني كطبق التلميع كده على وش العجينه. مش هنتكلم كتير بقى على خليه النحل والمكونات بتاعتها، تعالوا كده نشوف المكونات ونشوف الطريقه عملي قدامكم. اول حاجه معايا كده يا بنات، معايا 5 كوبايات من الدقيق. انا معايره بالمج ده، اي مج عندك، اي كوبايه هتعايري بيها كل المكونات بتاعتنا عشان نبقى متفقين كده من اول الفيديو. يبقى 5 كوبايات دقيق، اي مج عندك تعايري بيه، وكوبايه ونص من الميه، ولو عندك حليب ممكن تستخدمي حليب زي ما انا عملت الفيديو اللي فات. يبقى كوبايه ونص من الميه، دي ميه دافيه. ومعايا حليب بودرة، 5 معالق كبار حليب بودرة، ومعايا معلقة كبيرة اسمه ايه بيكنج باودر، لو عندك كيك شيف برضو حطي معلقة كبيرة. ومعايا البديل بقى للبيكنج باودر هو معلقة كبيرة، معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الخل. لو موجودة عندك خل وما عندكيش بيكنج باودر استخدمي الخل، وربع معلقة من الملح، ومعايا معلقة ونص من الخميرة، دي الخميرة اللي هي الحبيبات اهي، ومعايا 3 معالق كبار سكر، ومعايا ربع كوباية زيت بالكوباية اللي احنا معايرين بيها الدقيق ومعايرين بيها المية هنعاير بيها الزيت، وقطعة زبدة لو مش موجود عندك زبدة خلاص مش مهم. انا بحطها بس ايه يعني بتطر العجينة اكتر يعني. ومعايا علبة زبادي، انا المرة اللي فاتت ما حطتش زبادي وكانت العجينة هشة وجميلة برضو وطرية جدا جدا، بس بما ان انا عندي زبادي هحط زبادي. للحشوة بقى يا بنات هنحط جبنة، معايا جبنة هنا جبنة شيدر ومقطعة مكعبات كده زي ما انتوا شايفين اهي، هي فيها بعض الزيتون كده. يبقى معايا جبنة شيدر، ودي جبنة بيتي، جبنة بيضة بيتي معمولة هنا في البيت، فانا قطعتها مكعبات كده عشان تبقى سهل عليا ان انا احشيها. ومعايا جبنه موتزاريلا، اي جبنه موجوده عندك. الاحسن والاطعم في ان انت تحشي بيها خليه النحل هي الجبنه المكعبات او الجبنه المثلثات، بتبقى جميله جدا جدا جدا. لو موجوده عندك استخدميها، انا هستخدم الموجوده عندي. ومعايا طبعا شربات، الشربات ده انا هحطه بس كطبقه كده خفيفه بعد ما صينيه خليه النحل تطلع من الفرن. ومعانا بقى بديل البيض اللي احنا هنحطه على العجينه قبل ما تخش الفرن، معلقه نسكافيه اهو، ده معلقه نسكافيه، ومعلقه كبيره من اللبن او الحليب البودره، ونص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من دي سكر. النسكافيه ده جاي اللي هو البواكي اللي هو المحلى معاه سكر يعني، فانا هحط بس نص معلقه من السكر. السكر ده بيدي لمعه على وش خليه النحل. ده بديل البيض، للناس اللي مش بيحبوا البيض في المعجنات ممكن تستخدمي اللبن والنسكافيه والسكر عشان يدي بس لمعه كده ايه ولون جميل للمعجنات. ومعايا طبعا هنحط ده بعد ما نحط البيض. ومعايا كده يا بنات زي ما انتم شايفين السمسم والحبه السوداء، لو عايزه تحطي كل حاجه لوحدها خلاص حطها براحتك لوحدها، يعني السمسم لوحده والحبه السوداء لوحدها. بس دي كده كل المكونات بتاعتي معاكم اهي، تعالوا بقى نشوف الطريقه. الحاجه هبتدي اعملها بقى كده يا بنات، هحط هنا الخميره في قلب بوله كده،
وهنزل عليها بالسكر وبشوية بقى ايه، شوية مية صغيرين على وش ال، شوية مية صغيرين على الخميرة والسكر اهو، واسيبهم بقى كده ايه يتفاعلوا مع بعض. تقلبيهم كويس كده، المية ما تكونش سخنة يا بنات، المية تكون دافية علشان المية السخنة قوي بتموت الخميرة. سيبها كده يا بنات على جنب كده تعلى كده مع نفسها، وهنجيب بقى الدقيق وهننزل بالبيكنج باودر والملح، واللبن البودرة، وهنقلب بقى كل الكلام ده كويس عشان ايه ما بيبقاش في حتة فيها ما بيبقاش في حتة فيها لبن بودرة، وال يعني اللبن البودرة يكون في كل الدقيق يعني. وهنمسكه كده نقلبه كده بأي حاجة كده عندنا، نقلبه كويس. العجينة دي يا بنات جميلة جدا جدا جدا، ممكن تستخدميها في معجنات كتير جدا جدا، وتحشيها اي حاجة انت عاوزاها مش جبنة بس. انا كنت حاشياها فراخ، وكنت حاشياها شوكولاتة، وكنت حاشياها جبنة في صينية واحدة، وممكن سوسيس، لحمة مفرومة، اي حاجة انت عاوزاها. بس كده هننزل بقى كده بالزيت، هي خلاص الخميرة كده قربت تبقى جاهزة معايا اهي، ممكن تحطيها على طول على بعضه يعني، بس انا بحب اعمل الحتة دي، بتخلي العجينة طرية وفي نفس الوقت بتبقى ايه، بتخمر العجينة بسرعة يعني. هنزل بقى بكوباية الزبادي اهو كده كله فوق بعضه كده، هبتدي كده اعجن او اقلب كده كويس. هنقلب بقى كل الكلام ده كده كويس جدا اهو، قبل ما ننزل بالميه. قطعه الزبده لينه هتدوب بسرعه. هنزل بقى بالخميره، المفروض ان انت تنزلي بالخميره اول علشان ما ترجعيش وانت بتحطي الميه، وبعد كده تقولي ايه احط الخميره، تلاقي الخميره خلاص العجين اخد نسبه الميه اللي هو عايزها، وانت لسه ما حطيتيش الخميره، ف تضطري بقى ان انت تغيري في المقادير بتاعتك بقى، وتحطي دقيق شويه، لا تحطي ميه كده يعني، فيستحسن انت تنزلي بالخميره اول اهو. بصوا بقى الميه هننزل بيها شويه شويه اهو، دي ميه دافيه زي ما قلت لكم. الخطوه دي بحب اعملها في الشتاء بس يا بنات، لكن لو في الصيف ممكن ما اعملش خطوه الخميره والسكر مع بعض، ممكن يعني، لكن انا بحب اعملها قوي، تخلي العجينه طريه وحلوه اهو. كل ما العجينه تحتاج معاكي ميه بتديلها. هو بس الم كده العجينه شويه واسيب بقى المعلقه واشتغل بايدي. بصوا العجينه دي عايزه يا بنات تتعجن كويس جدا جدا، يعني 10 دقايق كده ولا حاجه عجين، لو انت عندك العجان اشتغلي بيه. طبعا انا حاطه الزبادي، الزبادي ما كنتش حطاه معاكم المره اللي فاتت، وكان نفس المقدار بالظبط، فانا بنزل بالميه شويه شويه. كل ما العجينه تحتاج ميه بنزلها. هشتغل بقى كده بايدي، ولو ضفت بقيه الميه لسه حاجه بسيطه بس اهي، يعني ربع كوبايه كده، لو احتجت ميه هحط، لو ما احتجتش خلاص، لان في عجين بياخد وفي عجين ما بياخدش.
بدأت كده يا بنات اعجن كده بايدي اهو، خلاص بقى ما حطيتش ميه ولا عطر احط ميه، هفضل بقى اعجن فيها بايدي لحد ما كل العجين ده يتلم من ايدي خالص. هاخدها كده وانزل بقى على الارض واعجنها براحتي، وبعد كده ايه اوريها لكم. دي كده يا حلوين العجينه بتاعتي اهي، شايفين عامله ازاي طريه وجميله جدا جدا اهو، شايفين بتلزق كده شويه، انا عايزاها كده. كل ما العجينه تكون بتلزق وياكي كل ما تديكي هشاشه وطراوه للعجينه كده اهي. هلفها كده واسيبها بقى تخمر لمده ساعه، كل ما العجينه تخمر وياكي كل ما تبقى جميله وتديكي هشاشان لخليط النحل. ودي العجينه بتاعتي كده يا بنات زي ما انتم شايفين، بس هي قعدت اكتر من ساعه اهي. بصوا بقى انا المره اللي فاتت كنت مقطعاها وياكم، يعني قلبتها كده على الرخامه وقطعتها وياكم بطريقه سهله يعني. المره دي بقى انا عايزه التقطيع تكون صغنونه قد كده، ماشي؟ بصوا احنا بقى ايه هنحاول بس ان احنا كده نلمها، وشايفين الكره تكون صغنونه خالص، بس هنلمها كده ونحطها ايه في صينيه يعني. هسيبها كده جنبي كل بصوا انا عامله صينيه هنا صغننه صينيه اهي، ورش عليها رش الدقيق واحط عليها كل اللي انا هعمله. اهم حاجه التقطيعه بتاعتنا نخلي بالنا تكون ايدينا يعني ايه ميزان، يعني نوزن كده التقطيع كده بايدين. بصوا انا هكمل بقى الكمية كلها هقرصها بقى بالطريقة دي كده، وارجع لكم تاني ان شاء الله اعمل معاكم بس كده كام واحدة وارجع لكم. اهو اهم حاجة يكونوا كلهم قد بعض. المرة اللي فاتت كنت مقطع بقى الكبير والصغير كده، بس المرة دي لازم تبقى صغنطوطة كده وحدها. هي خليط النحل المعروفة بتبقى كلها قطع يعتبر مساوية يعني وصغنونة، اللي بتتحشى فراخ او شوكولاتة او اي كلام من ده عادي ممكن تتفاوتي كده، يبقى ايه في واحدة كبيرة واحدة صغيرة كده عادي، انما اللي انا بعملها دي دلوقتي لازم كلها تبقى قطع صغننة. اهو هقطع بقى بقية الكمية وارجع لكم ان شاء الله. كورتهم كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهو هتلاقي واحدة كبيرة شوية وواحدة صغننة، لاني في خمر وفي لسه فاهميني، على ما لفيت وخلصت الكور كده كان في ايه واحدة بدأت تخمر كده، بس كلهم الحمد لله يعني ايه سوي واحد يعني. بص بقى همسك بقى القطعة واعملها كده اهي عشان تحط بقى ايه الحشوه بتاعتك اهو. عايزه تحطي جبنه بقى، عايزه تحطي زيتون، عايزه تحطي فلفل اخضر كلام من ده حطي، بس انا كده خلاص يعني ايه جبنه، بس الجبنه دي جبنه شيدر وفيها زيتون يعني، فيها قطع زيتون كده صغننه خلاص. والجزء ده هخليه هو القاعده بتاعت القطعه خلاص. الصينيه بتاعتي اهي انا حاطه فيها اي نقطه زيت، هتفرشيها كده بالزيت كده زي ما انت شايفه كده، تفردي فيها الزيت كده كويس وتحطي القطعه بتاعتك كلها فيه. اهو
هتاخدي بقى ايه داير ما يدور زي ما انت يعني اول واحده انت بداتي بيها هتقرصيها، هي اول واحده انت تبتدي تحطها في الصينيه، ايه تحشيها تحطها في الصينيه. اهو تبتدي تقفلي بقى ايه كويس. هتسيبي فرق ما بينهم في ما بينهم بين بعض في الصينيه حاجه بسيطه خالص. ممكن بقى تعملي ميكس من الجبن دي وتحطها كلها مع بعضها كده، يعني مش لازم تعملي الموزاريلا لوحدها والشيدر لوحدها والجبنه البيضاء لوحدها كده، يعني حطي حته من دي وحته من دي وحته من دي. دي الجبنه البيضاء دي معموله في البيت، انا عاملاها هنا على ايدي اهو، تبقى حلوه قوي قوي في المعجنات برضو، ملحها خفيف كده اهو حلوه قوي. عايزه اقول لكم العجينه دي جميله جدا جدا جدا، طريه وحلوه تعملي بيها حاجات كتير قوي قوي. ممكن تفردي العجينه دي، تفرديها، كنت انا عاملاها من كام يوم برضو فردتها، يعني بعد ما خمرت في الطبق فردتها وحطيت عليها جبن برضو وطماطم متقطعه كده وفلفل زي البيتزا يعني، وبعدين عملتها زي رول كده وقطعتها تقطيعه كده تحسيها عامله زي السينابون بالظبط كده، نفس اللفه بتاعت السينابون. هتحطي بقى موزاريلا مع شيدر، تبقى حلوه برضو يا بنات بالجبنه المثلثات والكيري، تبقى جميله قوي قوي. هتخلي بقى الجزء ده هو القاعدة، لما بتخمر تاني مفيش أي كلام من ده بيبان خالص. بس بقى كده أنا هكمل بقى كمية كده مع نفسي، وانتوا جربوها يا بنات واكتبولي بقى كده في التعليقات ايه رأيكم بقى في العجينة الجميلة دي، وايه رأيكم في الطريقة والشرح كده يعني. عايزاكم بقى تعملولي كده وانتوا قاعدين كده ايه لايك كده كبير يعني كتشجيع يعني.
ودي كده الصينيه بتاعتي يا بنات اهي جاهزه اهي كده. دلوقتي هاخدها احطها في مكان دافي لحد ما تخمر وكل الكور دي كلها تلزق كده في بعضها. هسيبها لمده ساعه كده. الصينيه بتاعتي اهي يا بنات كده بعد دي ساعه، شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا اهو. هنجيب بقى ايه اللبن البودره والنسكافيه ونص معلقه سكر ومعلقه كبيره من الميه، ونقلب بقى ايه كل الكلام ده كده في بعضه. وادوبه كويس جدا جدا. وبعد كده ايه اعمل طبقه كده ايه على وش على وش العجين او على وش خليط النحل يعني. اللي كويس يا بنات زي ما شايفين اهو، تاخد بقى كل الكلام ده بقى ايه وبالفرشه طبقه خفيفه كده على وش العجين للناس يعني اللي ما بيحبوش البيض والكلام ده. وقف بقى كده على وش العجين كله. دهنت الوش كده يا بنات كله بالنسكافيه واللبن والسكر. بصوا بقى هنا السمسم وحبه البركه، هتحطي بقى كده ايه على كل حبايه كده شويه، ما تكتريش يعني عشان ما يبقاش ايه شكلها مش حلو يعني. ولو حاطه سمسم بس حطي سمسم كتير بيبقى طعمها جميل، انما ما بحبش اكتر من حبه البركه صراحه، هي طعمها حلو كل حاجه بس حبه منها بس. كده الصينيه بتاعتي شايفين يا بنات جميله ازاي وجاهزه ازاي اهو. هدخلها بقى، انا شغلت الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره عندي، وهحط الصينيه بتاعتي على الشبكه زي كيكه بالظبط. لما تدخلي العجين على درجه حراره عاليه ما بينشفش وياكي فاهميني، وبيستوى وياكم بيبقى هاشش كده وطري وجميل. هدخلها بقى على اعلى درجه حراره موجوده عندي او على درجه حراره 190 بس كده، لحد ما الارضيه بتاعت خليت النحل تبقى لونها اورنج كده واللون اللي احنا عارفينه يعني ده. شايفين يا بنات لسه خارجه دلوقتي حالا من الفرن دلوقتي حالا، خطيره. شايفين عايزاكم بقى كده تجربوها وان شاء الله تعجبكم. هنسقيها بقى على طول بالشربات، ده شربات بارد انا عاملاه من قبلها يعني، لازم الشربات توزعي عليها وهي لسه سخنه. هكتب لكم مقادير الشربات الخفيف، ده شربات خفيف يا بنات ماشي. هكتب لكم بقى اول اللي هو الوسط يعني مش خفيف قوي، يا خفيف يا اما وسط. ممكن تعملي عليه عسل نحل، وممكن كمان اللي هو الحليب المحلى بتبقى جميله جدا 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 بيه. بس لو مش متاح عندك بتعملي الشربات الخفيف ده اهو. الشربات ده كوبايه ونص من الميه وكوبايه ونص سكر، بتحطيهم على بعض كده في حله وتولعي عليهم لحد ما السكر يدوب في الميه، وبعد كده بتنزلي بنص ليمونه 5 دقايق بالظبط على ايديكي وتقفلي عليه 5 دقايق تهديهم يعني على ايدك يعني. وما تنسيش الفانيليا طبعا اهو. بس بتعملي طبقة بس بسيطة يعني مش بتسقيها، تعملي بس طبقة بسيطة كده للوش بس. بتديها لمعة جميلة وبتبقى طعمها جميل جدا جدا، احلى احلى طعم خليط النحل باللبن المحلى.
بالحليب المعلي اهو شايفين، لمعة رهيبة، وان شاء الله ان شاء الله لو جربتوها كده هتلاقوها جميلة ان شاء الله بإذن الله. يعني لو حاسين ان هي ناشفة وياكم بتغطيها وبتطرى على طول في ساعتها، يعني عشان بس لسه طالعة من الفرن بتحسيها ايه مقرمشة كده، بس بتطرى في ساعتها، بس بتدي طبقة خفيفة بس وخلاص على كده بقى. ودي كده يا بنات الطريقة بتاعتي، ان شاء الله تجربوها كده وتعجبكم. عايزاكم بقى تعملوا له ايه، لايك كده وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. في رعاية الله. في رعاية الله يا احسن مشاهدين.